अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिबली मैडम पर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। मैं पढ़ा रही हूँ आपको आपका सबक और आप लोग मेरे साथ साथ में बोलिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما والاهم عن قبلة التي قانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا ليتذكرون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبته فإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فويل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فويل وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون ولئن آتينا الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما اتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليقولون الحق وهم يعلمون الحق من ربك ولا تكونن من الممترين ولكل وجهة هدى موليحا واستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فويل وجهك شطر المسجد الحرام فإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فويل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فويل وجوهكم شطره لألا أن يكونوا بالناس عليكم حجارة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا
تَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّا لَا تَشْعُرُونَ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَجُوعٍ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْفُسٍ وَالثَّمَرَاتِ وَالْبَشَرِ الصَّابِرِينَ صَابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حاج البيت أبي اعتمر فلا جناع عليه أن يتوفى بهما وما تتعبى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينهما للناس في الكتاب أولئك نهم الله ويلعنهم العالمون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينهم فأولئك أتوب عليهم وأننا تواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم عذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب أن قوة لله جميعا وأن الله شديد عقاب شديد عذاب إذ تبارك الذين تبعوا من الذين تواضعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الأسباب وقال أسباب الذين اتبعوا لو أن لنا طغاة فنتبرأ فإنما كما تبرأوا مما كذلك يريد الله أعمالهم سحرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قل مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم تبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما الألفين عليه أبناءنا أولم كان آباءهم لا يعقلون
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ مَثَلُ الَّذِينَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة وحرم واللحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد ولا إثم عليهم إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ شاید یہ والی جو لائن ہے آپ کو شاید دکھائی نہ دی ہو, میں ایک بار آپ کو پھر سے ریپیٹ کرا دیتی ہوں. الذين اتبعوا لو أن لنا قراءة فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُجْزِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. یہ جو ہمارا دوسرا سفارہ شروع ہوا ہے سیقل کا, یہاں پر اربع, یہ جو اربع لکھا ہے یہاں پر ہمارا پانچ سفارہ ہو چکا ہے. اور ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں, اگلے سبق میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.